السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم مجددا في القناة. الوصفة ديال اليوم غادي نقدم معكم ضلع بالكتف مشويين في الفرن مرافق بالخضروات حتى هما مشويين في الفرن، كيجيو جد رائعين في المذاق. معليكم غير تبقاو معايا حتى الاخير الفيديو باش تبقاو مع التفاصيل ديال هذه الوصفه، وما تنساوش تشاركوا القناه مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده، وتفعيل الجرس، وما تنساونيش باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه. وغادي نبداو حالا في الوصفه، وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو لهاد الوصفه ضلع بالكتف بالحجم متوسط، معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال الملحه او على حسب الذوق، معلقه صغيره ديال الهريسه غبره، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه كبيره ديال السكنجبير، معلقه كبيره ديال الخرقوم، جوج بصلات كبار مشلضين على هذه الطريقه هذه، واحد قبطة صغيرة ديال المعنوس، ورقات الغار أو ورق سيدنا موسى، حبات ديال الثوم بالقشور ديالهم، زيت البلدية الخاصة بالطياب، وشوية ديال الماء. خطوة غادي نقوم بها، غادي نشدو ديك الضلعة وغادي نبقاو نضربوها هكذا بالموس كامل باش الاقامه تدخل فيها، او ديك الشرموله تدخل فيها، وحتى تسهل علينا في الطياب كطيب دغيا وكتبقى مسمعد اكثر. كناخذوا دوك الدروسه ديال الثومه بالقشور ديالهم بعد ما غسلناهم وضربتهم هكذا بالموس، يعني هرستهم. ودابا غادي نوجدوا الشرموله ديالنا او الاقامه اللي غادي نديرو نتبلو بها الضلعه. غادي نخلطوهم بالماء، غادي نديرو داك التوابل كاملين، وغادي نخلطو بشويه ديال الماء غير شويه. غادي ناخذو الطاوه ديال الفرن، غادي نسبقو له بابي الومنيوم، ونزيدو بابيل ديال الزبده او ورق الزبده، نفرشوا ليه ديك البصله المشلضه اللي كانت عندنا بحال هذا الشكل هذا، وغادي نزيدو الثومه ورق الغار وديك الربطه ديال الربيع ديال المعدنوس. الا كان الصبر متوفر حتى هو ديروا شويه على شلا كيتنسم عاد اكثر. دابا غادي نشرملو الكتف ديالنا او الضلع ديالنا مزيان، حاولوا اننا ندخلو ديك الاقامه كامل لداخل باش تشرب لينا مزيان. هنايا الاحسن يعني تخليوه مده كبيره، يعني باش طويله، ان باش تنسم مزيان وتاخذ ديك الاقامه مثلا اليوم الغداء او في الصباح العشيه. انا زربت عليها دغيا، درتها تما وطيبتها تما، يعني ما صبرتش عليها حتى كتنسم ديك الاقامه. كتكون النتيجه عاد احسن الا ما كنتوش مزروبين عليها، ديروها في الصباح مثلا في العشيه طيبوها، او بالليل في الصباح طيبوها. مهم كنحطوها فوق دوك المكونات الاولانيين، وكنضيفوا عليه ديك الاقامه اللي بقات لنا، دوك التوابل اللي بقات لنا. وهنايا تقدروا ديروا الزيت او تقدروا ديروا حتى الاخير، انا خليتها حتى الاخير. المهم صافي كنغطيو عليها مزيان كما كتلاحظوا، وكنديوها للفرن على 250 درجة، الفرن من الفوق ومن التحت، وكنخليوها تطيب لمدة 3 ديال السوايع على حسب الحجم ديال الكتف. انا الكتف هنايا خليتها حتى 3 السوايع وطابت مزيان. المهم بقاو معايا، غادي دابا فهاد الاثناء الكتف ديالي راهي في الفرن كطيب، ودابا غادي نوجد لها المرافق ديال الخضروات. المرافق يعني كاين بزاف ديال الافكار باش ترافقوا اللحم المشوي. هنايا اليوم اكتفيت بالخضروات هكذا بالفرن،
عندي بطاطا حلوة أو بونياتو، قطعتها على هذا الشكل ورقطتها أو درتها في ديك الماء كيكون دافي مع شوية ديال الملحة والخل. كنت شاركت معكم الطريقة ديال البطاطا الفريت باش ما كتجيش هكذاك معجنة ومدبولة. مهم حتى كتدوز واحد 10 دقائق هكذاك في ديك الماء دافي، كنصفيوها في ماء بارد وفي الاخير كنصفيوها كامل ونشفوها. ودرت البطاطا وخيزو بنفس الطريقة. كما قلت لكم تقدروا ديروا بزاف ديال الخضروات، الخضروات اللي بغيتو، جلبانة، الفول، البروكولي، المهم اللي كان متوفر. وغادي نضيف لها هاد التوابل اللي كتكون هكذا مشكلة، سميتهم تشيميتشوري. تقدروا ديروا اي توابل كان متوفر عندكم، والملحة وشوية ديال المعقنوس والثومة. صافي خلطت كل شيء. ما كتلاحظوا التوابل، تقدروا ديروا التوابل اللي كان متوفر عندكم، الاعشاب المنسمه حتى هما كيجيو منهم مزيان، الثومه غبره، بصله غبره كيجيو حتى هما بهم مزيان، سيبوليت، هذاك اليابس حتى هو كيجي به مزيان. مهم داكشي كان متوفر عندكم في الدار التوابل، تبلوا منهم هاد الخضروات ويجيو مزيان. مهم ستفتهم هكذا في الصينيه ديال الفرن وغطيتهم بورق الزبده في الزكتو مزيان باش الخضروات ديالنا ما يتحرقوش قبل ما يطيبوا، يعني باش يكون عندهم الوقت باش ياخذوا حقهم في الطياب. صافي كندخلوهم في الفرن كيطيبوا حتى كيطيبوا كاملين، ومن كي صافي يعني قبل ما كيدخل لهم الطياب صافي يطابوا كنحيدو لهم باش يتحمر شي شويه. هنايا من بعد ما فاتت مده ديال 3 سوايع على الكتف او الضلع، هنايا كما كتلاحظوا الضلعه ديالنا يعني صافي راهي طابت ما شاء الله. ودابا انا دابا هنايا غادي نزيد لها الزيت اللي قبل ما ضفتوش ليها باش الضلعه تكون منسمه اكثر، حيت الا كنديروا لها الزيت من البدايه وانا ما خليتهاش يعني تاخذ حقها في يعني باش تشرب دوك التوابل كامله، اذا لا درنا لها الزيت يعني ما غاديش تخليها انها تشرب دوك التوابل كاملين. لذلك خلطتها غير مع الماء. ودابا غادي ندير لها شويه ديال الزيت البلديه من الفوق وغادي نرجعها واحد نص ساعة بلا ما نغطيها. مهم بقاو معايا حتى الاخير باش تبقاو مع التفاصيل ديال هاد الوصفة هذه ان شاء الله. هنايا من بعد ما دخلتها، من بعد ما درت لها الزيت ودخلتها نص ساعة خرجتها، ودابا غادي تلاحظوا معايا داك المراق اللي خرجت. غادي نحيدو داك المراق، نديروها في واحد الكسرونه او في واحد مرميطه هكذا صغيره، وغادي نرجعو على العافيه باش يختر شويه. هنايا غادي ندوقو في الملحه، الى لقينا الملحه يعني ناقصه نزيدو شي شويه، على داكشي ديما الملحه بنادم يدير الناقص احسن من الزايد. الناقص ديما كتكون عندها الحل ديالها، اما الزايد كيكون شي حاجه صعيب باش تحلي هذا المشكل. صافي كنحيدو ديك الضلعه، كنديروها في طاوه اخرى مفرشه ببابي ديال الزبده باش ما تلصقش لينا. في هاد الاثناء غادي نصفيو داك المراق، نصفيوهم دوك الخضروات ديالها، غادي نخليو يبقى لنا غير داك ليكيد. هاد المراق كيجي رائع رائع، تقدروا تطيبوا به الرز، داك الرز طويل ديال فابوريتادو يعني ديال التفوار، تقدروا تطيبوا به الرز بسماتي كمرافق لهاد الضلعه، كيجي
جد رائع. واحد كنت شاركتها في انستغرام واحد لقيتها هكذاك ضلعه مرافق بالروز هكذا منسم بهذا المرق هذا، كيجي جد رائع جدا. كما قلت لكم غادي ندي هاد المرق هذا نرجعها على البوطه نخليها حتى تختر شويه. مهم في هذا الاثناء غادا ناخذ الكتف او الضلعه ديالي غادي ندهنها بالعسل من جميع النواحي حيت غادي ندخل نحمرها من الفوق ومن التحت. من بعد ما حمرنا الضلعه ديالنا والكتف قدمتها بهذا الشكل هذا مرافق بالخضروات والبرقوق واللوز مقلي. صراحه الوصفه كتجي جد رائعه وسهله في التحضير ورافقتها كذلك بداك المرق ديالهم درتوهم في هكذا في زليفه هكذا الصوار. نتمنى الفيديو ديالي يعجب لكم وتكون الوصفة شرحتها مزيان وتنال الإعجاب ديالكم وتشاركوها مع الأحباب والأصدقاء. وما تنسونيش باللايكات ديالكم والتعليق ديالكم وما تنسوش كذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى نتلقاو إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، وحتى لتما نقول لكم تهلاو لفراسكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.